المشهورة ببيع الملبن خلال العيد. اليوم فقط هذا هو الملبن الموجود ليصبح ملبن العيد من ضحايا الأزمة وما بقى عام توفي. أنا إذا بدك تحكي عن ملبن العيد ينعاد عليك ضحية الملبن هيدي الأزمة. أي والله الفقير اللي كان ياخد ملبن بطل أكل ملبن فيزا ما عم بياخد معني لدرجة أنه صرنا نعتالهم نعبي أنينة الغاز لحتى نساوي ملبن. يعني أنينة الغاز نص مليون، كيس السكر 55 دولار، عرفتي؟ يعني كله الجوز غالي، كله غالي، كله على الدولار. وين بدك تشتري غراض؟ بقول لك دولار. المي اللي نحن بنطبخ فيها الملبن ما هي مكان التحكيم، الفلتر تبع التحكيم قديش صار؟ كله له حساباته. قل الملبن كتير، يعني اللي كان يساوي مثلا 1000 قضيب ملبن صار عم يساوي 200 او 100. اللي كان يشتري 5 6 كيلو ملبن والله اجى زبون بده نص كيلو. قال بس كرمال انه مرته بتحب الملبن ما بده يفوت بالبيع على البيت ما هو ملبن. ما كان الكيلو ب 10000، اليوم الكيلو ب 120000 140000 130000. حرام. والكيلو شو بعد 13 حبه، يعني بتوقف عليك حبه الملبن ب 10000. ملبن حلو صيدا، حلو العيد، العالم كلها بتعرف انه هذا شغل صيدا. ما عم توفي معهم يسووه، بده يدفع ملايين لحتى يساوي ملبن وربحه قليل. أهل عبد هم من معلمي الملبن في صيدا، هم الأساس ولذلك يصرون على صنعه ولو بكميات قليلة حتى يبقى من أساسيات العيد وبهجته. طار عمرهم كبير ومولدة وبعدهم لهلأ بيساوي ملبن لحتى الملبن ما يوقفوا بالعيد. هيدي أول سنة بيكون واقع الملبن هيك؟ أول سنة من نقهر في قهر. ما تفكر أنت أنه نحن مبسوطين أنه سوينا على قدنا ونفقنا، لا الأسبوع الزبائن وينون؟ وين الزبائنك اللي بيجوا من آخر الدنيا؟ والله والله في زبونة مرقت سنة إجت قلنا لها الله جبر والله دمعت عيونها، قال ما بتاكل ملبن غير من هون، صارت تبكي. حتى الملبن دفع الثمن وبات لمن هو قادر على تكلفته التي تعاد في الوقت الراهن مبلغ وقدره. إذن من ضحايا الأزمة الراهنة ملبن العيد بصيدا الذي دفع ثمن التكلفة الباهظة لصناعته وكان شغله أنجأ على الأد. رشا زن هاشم، أن بي أن.